ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة ومباراة جميلة جدا في دور الثمانية. النتيجة الفاروق 110 كامبريدج 50، وحازم رجع تاني. حازم الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ودلوقتي مع أهم فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ضربات الجزاء احنا خلاص عرفناها، مدرسة واحدة بس هي اللي بتاخد ال 25 نقطة كاملين. هيبقى معايا واحد من كل مدرسة، عمر وائل اتفضل ومازن عبد الناصر اتفضل. هنشوف مين هيحرز أول هدف. أربع أهداف ب 25 نقطة. عمر حريف أهداف. الحمد لله. المباراة اللي فاتت عمر أحرز أربع أهداف. عندنا هايدي. عندنا يعني نجيب هايدي دلوقتي ولا نعمل ايه؟ هايدي بتلعب رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. هنخلط الورق ونشوف هنسأل في ايه؟ أدب. والسؤال هو من كتب رواية أحدب نوتردام؟ فيكتور هوجو. فيكتور هوجو أول هدف. أول هدف اتفضل. معانا سارة سيد، اتفضلي يا سارة. هنشوف دلوقتي يا ترى الهدف الثاني ولا تعادل؟ رياضة. والسؤال هو في أي دولة ولد زين الدين زيدان؟ فرنسا. زين الدين زيدان فرنسا، مفيش كلام. هو لاعب في فرنسا. فرنسا. احنا اتكلمنا على ولد فين. ولد جزائر، لعبه في فرنسا. معاك جنسيه؟ معاك جنسيتين. دكتور قال جبل. انا قلت انا ماشي، انا موافق ان هي تبقى فرنسا وتتحسب. انت قلت فرنسا، استعجلت. ثانيه، ما فاتش غير ثانيه واستعجلت. زين الدين زيدان اتولد في مارسيليا فرنسا. جابها صحيحة. الهدف الثاني، الهدف الثاني. اتفضلي هايدي، اتفضلي. برافو يا عمر، الهدف الثاني. هدفين بلا مقابل. الجمهور يهدى شوية. معانا هايدي. هايدي لعيبة قوية، وهايدي نزلت في نفس الموقف ده المرة اللي فاتت، نزلت رقم ثلاثة وجاوبت أربعة ورا بعض. وهنشوف هنسأل في إيه؟ قدرات ذهنية. والسؤال هو كم دقيقة في الساعتين ونص؟ هايدي. 170. لا بس بس للأسف الشديد يا هايدي أنا هضطر آخد ال 170. أنت عارفة القواعد كويس. 170 يا هايدي إجابة خاطئة. عندك إجابة، هتدوس على البزر. إجابتك 150. هايدي إدت هدية لعمر. 150 إجابة صحيحة. محمد عاطف اتفضل. الهدف الثالث، الهدف الثالث. عمر خدت هديه من هايدي. قطري. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. مهمه مش سهله، 25 نقطه، ومهمه صعبه. جاهز يا عمر للهدف الرابع ان شاء الله؟ هنشوف الهدف الرابع ولا الهدف الاول. ادب. والسؤال هو ما هي جنسية ليو تولستوي؟ إجابتك روسي. عندك إجابة؟ روسي. نفس الإجابة. خطف البازر أول هدف. برافو يا محمد. حازم ياسين اتفضل. محمد حقق أول هدف. ازيك يا حازم؟ الحمد لله تمام. ثلاث أهداف مقابل هدف. يا الهدف الرابع يا الهدف الثاني. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي أول دولة
استخدمت طابع البريد اللاصق. بريطانيا. بريطانيا الهدف الثاني. جنة بدل يا جنة. ثلاث أهداف مقابل هدفين. ثلاث أهداف لكامبريدج وهدفين للفاروق الإسلامية. زك يا جنة. الحمد لله. جاهزة؟ إن شاء الله. يا الهدف الرابع يا الهدف التالي. فنون، والسؤال هو كم عدد الأجزاء في مسلسل الكبير قوي؟ حدش يتكلم الجمهور. كبير قوي كم جزء؟ إجابتك ستة. ستة؟ إجابة خاطئة. إجابتك يا جنة؟ خمسة. ستة وخمسة. وجنة بتعمل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. انت شفتي يا جنة الخمس يعني شفتي خمس أجزاء؟ مش متذكرة قوي. جنة خمسة. الهدف الرابع يا جنة. برافو يا جنة، برافو يا جنة. 25 نقطة لمدرسة كامبريدج. وبكده النتيجة 75 كامبريدج، 110 الفاروق الإسلامية. أنا لسه مش عارف إيه اللي ممكن يحصل. الموضوع كان صعب، فرق كبير. لازم نشد، إحنا أخينا. ما حد قال ضربات الجزاء الماتش كان شبه ضايع من إيدينا. طبعا تتو تأثر جدا، تخاف لا ضايع الفريق. المنهار علشان الإجابات كلها كنا مذاكرينها، بس الفكرة كانت في السرعة مش أكتر. إحنا قدنا كويس جدا، هي بس ضربات الجزاء فلتة من انفلتت مننا. في دماغي ان انا لازم اكسب الهدف ده. حسيت ان انا مخي واقف بصراحه. تهزينا شويه بس ان شاء الله هنعوض، واثقين ان شاء الله نخلص ان شاء الله. المباراه لسه في الملعب وعجله الحظ هتحسم. افضل لاعب معانا النهارده مازن عبد الناصر. 60 نقطه مازن عبد الناصر. برافو مازن. 60 نقطة. برافو يا مازن. ودلوقتي مع آخر فقرة. فقرة 30 ثانية. 30 ثانية. فقرة 30 ثانية احنا خلاص عرفناها. عجلة الحظ. جغرافيا، معلومات عامة، رياضة، أنت وحظك، فنون، والخمس ثواني اللي ممكن أي مدرسة تاخدهم هدية. أول نقطة الحمراء السؤال الصعب، وهنبتدي بمدرسة كامبريدج. تفضل يا جنة، شوف جنة هتجيب إيه. جنة عايزين خمس ثواني. يلا يا جنة. فنون. سؤال في الفنون. هايدي اللي هتكتب من الفاروق، وحازم هيكتب من كامبريدج. والسؤال هو اذكر آلات موسيقية. آلات موسيقية. فات 10 ثواني. فاضل 15 ثانية. فاضل 10 ثواني. خمس ثواني. ثانية. ستوب. خلاص. هنشوف الفاروق عندهم ايه. يلا هايدي. بيانو، جيتار، كمان، طبلة، عود، قانون، اكسليفون، دف، ساكسفون، رق، فلوت، ريكوردر، ترامبت. 13 إجابة من الفاروق الإسلامية، وهنشوف كامبريدج عندهم ايه. اتفضل. بيانو، كماندا، عود، فلوت، هارمونيكا، سيرسافون، اورج، طبلة، جيتار، سليفون، مرامبا، ترومبت، كمان. 13 إجابة من كامبريدج و13 إجابة من الفاروق. وكل إجابة صحيحة
بأربع نقط، والنتيجة الفاروق 13 إجابة، 13 إجابة صحيحة، وبكده الفاروق الإسلامية 162. عندكم إيه صح؟ إن شاء الله كله صح. 13 إجابة ب 52 نقطة، يبقى كده كامبريدج 127. 127 كامبريدج، 162 الفاروق. مازن اتفضل على عجلة الحظ. نشوف مازن هيجيب آخر سؤال في الحلقة إيه. يلا يا مازن أسرع شوية. آخر سؤال في الحلقة. تمام. نشوف هنقف فين. نقطة الحمراء. يلا يا مازن ارجع مكانك وهتاخد النقطة الحمراء. جاهزين؟ ان شاء الله. والسؤال هو: اذكر اسماء ملحنين وشعراء مصريين. فات خمس ثواني. اسماء ملحنين وشعراء مصريين. فاضل 15 ثانية. فاضل 10 ثواني. ثلاثة. ستوب. خلاص. هنشوف الفاروق الإسلامية عندهم إيه. يلا هايدي. كمال الطويل، السنباطي، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، فريد الأطرش، سيد درويش، سيد مكاوي، عمر خيرت. ثمان إجابات من الفاروق الإسلامية، وهنشوف كامبريدج عندهم إيه. وريني يا حازم. عمار الشريعي، عزيز الشافعي، محمد عبد الوهاب، المودي، ولي حمدي، رضا السنباطي، صلاح جاهين، محمد فوزي، صبري، أحمد شوي، أحمد رامي. 11 إجابة من كامبريدج وثمان إجابات من الفاروق، وكل إجابة صحيحة بأربع نقط، والنتيجة كامبريدج عندهم كم إجابة؟ 11 صح بأربعة وأربعين نقطة، وبكده كامبريدج 171. الفاروق عندهم كم إجابة؟ 8. بكم إجابة صحيحة؟ 8. بثمانية. ب 32 نقطة. الفاروق الإسلامية 194. ألف مبروك. هارد أوف كامبريدج 171. لعبتوا مباراة كويسة. وبكده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 365 نقطة، وكل نقطة ب 5000 جنيه، بما يساوي 1,825,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 20,416,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. وإن شاء الله هنتقابل في مباراة في المربع الذهبي للفاروق الإسلامية، وإلى لقاء تاني مع العباقرة. الحمد لله راضي عن أداء فريق، الحمد لله، بس طبعا ده ما يمنعش إن في أخطاء كتيرة ولازم نقعد نصلحها إن شاء الله. أنا مش شايف إن في حد سبب في الخسارة، مش شايف إن هي توفيق من عند ربنا، وإن شاء الله نحاول نشارك في الموسم الثالث ونكسب إن شاء الله. فقرة الفنون كان أنا محمد إياد، وإحنا ما لحقناش إن إحنا ندوس على البازر، فيمكن إحنا قصرنا شوية في الحتة دي.